هذا مو مزاد الا مزاد مين يزيد مين يزيد ها 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 يلا شباب ابى افتح مزاد حلوين اوكي والله تدري ما فاتح مزاد وشو مزاد والنتيجه قويه حيض لو انت فايز عاد انت بتستانس مزاد على شيء خاصين منه احمد ها قلت تفتح مزاد على شيء خاصين منه الله يا عيال القوه لله سبحانه الله القوه لله فعلا ونعم بالله لكن تدرون النقاط كم يا جماعه الخير الصدمه النقاط فرق 5% فقط في الفريق الخاسر 95 والفريق كاسب 100% على الشكل يعني ممكن الشكل يعني مره يعني شيء قوي فلذلك نقول ألف 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 مبروك للي 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 ايش فيها للي ما للي نفرة ببس لب قلبك لب قلبك للي 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 ما للي ولا للي ما للي الله يبارك فيك طيب ما هو انتم الفايزين يعني على طول ثقه كذا يا اخي الثقه شأنا والله والله مشكله سلم على حائل وسلم على شمر مبروك والله ها وموسى واحمد الشمري مبروك والله ضموا بعض ثاني مره بعد انا ضموني بعد اي بعد تعال والله ما خليك تعال 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 ضمني البرامج هذه تعال اسوا شريط النجاح وشدوا الهمة الروح والعزم نبنى والله اسمه معادل الحال